دعا رئيس الوزراء الكندي ستيفن هاربر إلى إجراء انتخابات مبكرة في 19 من أكتوبر ليطلق حملة انتخابية ماراثونية على مدار 11 أسبوعاً، على الأرجح ستركز على الاقتصاد الراكد وسنواته العشر التي قضاها في السلطة. وتظهر استطلاعات الرأي أن حزب المحافظين الحاكم والذي يتولى السلطة منذ عام 2006 قد يخسر الأغلبية في مجلس العموم، وهذا سيضع هاربر تحت رحمة حزبي المعارضة الرئيسيين اللذين ينتميان إلى يسار الوسط، إذ يمكن أن يتحدا في سبيل إسقاطه. ونادرا ما تستمر حكومات الأقلية في كندا لأكثر من 18 شهرا. وأعلن هاربر عن الانتخابات يوم الأحد بعد زيارة لديفيد جونستون الحاكم العام ممثل الملكة إليزابيث رأس الدولة في كندا ليطلب رسميا حل البرلمان. إدارة الاقتصاد تظل على رأس أولويات الحكومة، كانت خياراتنا حكيمة، ونتيجة لذلك نما اقتصادنا وزادت فرص العمل بشكل مطرد على مدى 6 سنوات، ميزانيتنا متوازنة، وتم الحفاظ على برامجنا الاجتماعية، وقمنا بخفض الضرائب للكنديين الذين يعملون بجد، وقدمنا فوائد كبيرة جديدة مباشرة إلى الأسر الكندية. ويقول منتقدون إن طول فترة الانتخابات تأتي لصالح حزب هاربر المحافظ الذي يملك مصادر تمويل قوية تسمح له بإطلاق سلسلة من الإعلانات الهجومية، وتقول أحزاب المعارضة إن هذا مخالف للنظام. ويقول هاربر ذو 56 عاما إنه يمكن الوثوق به لإدارة الاقتصاد الذي يكافح للتعامل مع آثار التباطؤ الاقتصادي العالمية والهبوط الحاد في أسعار النفط أحد أكبر الصادرات الكندية. بينما تهاجم أحزاب المعارضة رئيس الوزراء قائلة إنه أخفق في التعامل مع الوضع الاقتصادي وكان يجب عليه دفع الإنفاق الحكومية، وهي خطوة يقول البعض إنها ستشعل أزمة مثل تلك التي تجتاح اليونان. وتقول المعارضة إن كندا بحاجة إلى التغيير بعدما قام هاربر بخفض الضرائب وزيادة الإنفاق العسكرية وتجديد القوانين الجنائية في البلاد وتخفيف اللوائح التي تحكم قطاع الطاقة. رحاب علاء، رويترز.